دي عباره عن كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره من الكاكاو، 3 بيضات، كوبايه نص كوبايه زبده، كوبايه سكر، فانيليا. تمام كده. بنعمل ايه؟ بنجيب الزبده، بسم الله، كوبايه سكر، نقلبهم مع بعض، حاضر، هاخد بس ايه 3 بيض، واحط اللبن كمان، بس اضرب الاول البيض معاها والفانيليا. طبعا ممكن مضرب كهربا، ممكن صح ولا اجيب مضرب كهربا كمان. ماشي اهي كده تخلطهم مع بعض حلو قوي. كوبايه لبن، حاضر اهي، بس خلصت خلاص، خلطت اللبن مع دول كده خلاص. هنزل كوبايتين الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، دي كيكه عاديه خالص اهي. تمام، هحط بقى 3 ارباع العجين بالشكل ده، خدت 3 ارباع العجين حتى في الصينيه، والربع الباقي هحط الم عليه كاكاو كبيره، برضو دي من الكيكات السهله قوي. ماشي، ممكن دي اديها ايه عشان حطيت لها بس معلقه لبن كبير، معاك كاكاو كبيره، اديها معلقه لبن كمان كده، واقلب كده.